يجمع السياسة الأمريكيون على دعم إسرائيل فيما يصفونه بحق الدفاع عن نفسها، فكلهم أدانوا الهجوم الإيراني وأعلنوا وقوفهم إلى جانب إسرائيل والتزام الولايات المتحدة بحماية أمنها. لكن الإدارة الأمريكية وبالتزامن مع هذا الدعم المطلق تسعى إلى التهدئة وعدم التصعيد ولا تسعى إلى حرب مع إيران. وقد أبلغ البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تشارك في أي رد إسرائيلي ضد إيران. ويؤيد معظم المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس موقف الإدارة الأمريكية، لكن الجمهوريين في المقابل يتبنون خطابا أكثر حدة تجاه إيران، ويتهمون إدارة بايدن باتباع سياسة استرضاء مع طهران شجعتها مع وكلائها في المنطقة على مهاجمة إسرائيل، وهو ما نفاه المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي. وفي إطار التحرك لدعم إسرائيل، أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب ستيف سكاليس أن المجلس سينظر الأسبوع المقبل في تشريع يدعم إسرائيل ويحمل إيران ووكلائها المسؤولية.